ريت دي جروب لايف غنيو قدامي ما كيما زاهر كيما هكا كيما الجروب ميرسي عاش عمري مش عارف كانوا موافقيني ولا لا الاولاد موافقيني ببريك ولا لا مع الموسيقى المزيانه برشا شكون زاهر اللي يمشيو يحضروا له في الباص اللي غني فيه نهار الخميس حطينا نمشي باختو زاد مع حطينا العباد اللي يعرفوه وين موجود صح عليهم ما يعرفوش وين موجود شكون زاهر شكون هو البيرسوناج هذا اللي موجود في جروب عالمي صدق ولا لا موجود في جروب عالمي نتاع روك شكون يعرف اسمي انا ميراث ميراث اجابه صحيحه اجابه صحيحه ميراث هو جروب روك نتاع تونس Merci, merci. Amir, حاب نقدم الخير معنا بالميوزيسيان بوغوسيت بيان سور. عمر عدالة حلمي بايزيك زيد لاكوت سامي عندك زياد تخدم في الرئاسة هذاك بيان سور خليل سيدي مرحبا بكم الكل تونس ايش تعداو اللي ديتوه مع سونيا مازلنا باش نرجعوا شويه اخر باش سمعنا حاجه اخرى بعد باش نشرحوا الناس الكل سونيا عمرها ما تشرح اليوم باش تشرح اليوم
دو سويت ديتو مع سونيا نذكركم راه زاهر مازال راجع مع الجروب لايف في الاخر وهذه اسمها بالي ماس. عاشت تونس في اواخر الاسبوع الفارط على وقع انعقاد القمة العربية. قمة عربية تعديت في جو تقريب مطلق للا مبالاة التوانسة اللي ما اهتموش بها، ما تغير لهم حتى شيء في حياتهم، لا تزيدهم ولا تنقصهم. التوانسة تفطنوا فقط اللي شوارع انضافت، اللي زبلة تلمت والكياسات تسيقت، والتوانسة اللي في العاصمة تنرفزوا، اللي ثنية تسكرت لا نجموا يقضيوا أشوارهم ولا نجموا يروحوا لديارهم. هكذا تفرح تونس بضيافها، تفرغ الشوارع من الشعب بعد ما تنظفهم، وبين الغمضة والغمضة مع نص الليل تزيدهم 90 مليم في سوم البنزين. انتهت القمة وفات القمة ونجحت أمنياً، ونحييوا الأمنيين اللي تجندوا وسخروا وقتهم أيامات وهما حارسين على أمن القادة العرب. بعد ما أتحفونا القادة العرب بمجموعة من القرارات سموها إعلان تونس، بالطبيعة شدوا على تمسكهم واستماتتهم في الدفاع عن القضية الأم، القضية الفلسطينية، باش يحلوها حان الوقت اليوم. ومجموعة أخرى من القرارات باش يحلوا المشاكل الكل، ما عادش يتعاركوا في بعضهم، باش ينهوا الحروبات، باش يحلوا أزمة سوريا وأزمة ليبيا والعراق ولبنان والسودان. قرارات خاوية فارغة جوفاء باش تتحط في قجر كيما القرارات اللي بعدها، وما عاد يتلفت لها حتى حد. قمة عربية نظمتها جامعة عربية في حالة موت سريري منذ عقود ولا ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية. أنا اللي جلب اهتمامي قمة أخرى، قمة نظمها المجتمع المدني، 50 منظمة وطنية عربية ودولية، هي زادها كانت عندها مخرجات من أهمها نقرأ لكم: وقف القيود السياسية والقانونية المفروضة عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، إلى جانب وقف كافة أشكال الانتهاكات الفردية والجماعية ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. المجتمع المدني حط صبعه على الداء، على السرطان اللي ينخر العالم العربي، الديكتاتورية. شعوب مقموعة من أجل حكام لا ترنو إلى شيء إلا البقاء في الحكم. ما ننسيوش حاجة، تونس البلاد الوحيدة اللي منعت بجلدها بما سمي بالربيع العربي. تونس اللي اليوم نحب ولا نكره، فيها حرية تعبير، فيها انتخابات، تونس المؤسسات، تونس الديمقراطية. هذاك اللي خلينا محسودين وشوية مكروهين وساعة ساعة مستهدفين. محسودين من أجل حداثتنا، من أجل خصوصيتنا. فقط نتفكروا تاريخنا، تونس أول بلاد عربية ألغت الرق حتى قبل الولايات المتحدة. تونس كتبت أول دستور عربي. تونس أول بلاد ألغت تعدد الزوجات. تونس اللي تصدرت أول مجلة أحوال شخصية. تونس اللي صدرت أول مجلة لحماية الطفولة. أول طبيبة تونسية، وأول سائقة طيارة تونسية، وأول امرأة انتخبت في العالم العربي تونسية، وأول امرأة وزيرة تونسية. ولهذا نحب نقول اللي رغم الهنات، رغم الصعوبات، رغم العذابات اللي مرينا بهم، تقعد تونس ديما الرائدة، ديما القاطرة، ديما تونس المثال الذي يحتذى به. احنا التوانسة شعب غريب،
خلطة غريبة عجيبة يخرج منها العجب. تونس تقعد زهرة العالم العربي ونقعد ديما رغم كل شيء فخورين اللي احنا توانسة. برافو سونيا. شو هاد ليدي تو تفهمنا ولاد ما يتكلم حتى حد بعض. برافو سوني برافو. كاين دريما تاعو عندها حق البريزيدون. شو رايك؟ والله كلام معناها يدخل القلب يضرب في القلب كالكتريسيتي قلب السبكري. سي فغي خاطر نبقاو ديما توانسة واللي ما مشاش البلدان العربية ولا ما سافرش ولا ما خدمش في البلدان العربية ما يعرفش عزة تونس والرفاهة اللي عيش فيها في تونس وقيمة تونس شنية. وفما عباد في تونس ما يعرفوش القيمة نتاع جروب عالمي حكيت عليه كبيرة شوية اسمه ميراث. دونك الجروب هذايا راهو سي ان جروب دو روك انترناسيونال ولا اليوم ومونديال موجود في العالم الكل. دونك زاهر من 2007 انت موجود في الجروب هذا. اكزاكتومون من 2007 لتوا عندنا توا 5 البوم، لو 5 البوم ان شاء الله باش يخرج لو 3 ماي. لو 27 يخرج في المارشي ازياتيك في اليابان، ولو 3 ماي يخرج في العالم الكل. عندنا اون تورني اوروبيان في نوفمبر اللي باش يجي، عندنا اون تورني في اليابان في سبتمبر. في الصيف عندنا دو فيستيفال parmi les plus grands festivals au monde du métal et du rock اللي هما سويدن روك فيست و فاكن اوبن اير فيست في المانيا. ديسمبر ان شاء الله نوتر تورني زاد اوروبيان. يبقى ما تصدقوش اللي قلت لكم تونس. عايز تو تبارك الله هذا كل في العالم موجودة، معلش حضورك في المهرجانات في تونس قليل. ما نعرفش. عملت كارتاج انت. عملت كارتاج لو 19 جويي اللي فات. دايور فما كليب باش يخرج بيانتو لو 4 افريل لو 3 افريل. سيكونس معناها فان غنيه من الدي في دي اللي تصور في كارتاج. هي علاش في مهرجانات معناتها بار معناتها مرة كارتاج مش موجود ديما وكل الكولتور روك ناقصه شويه. هي البرمجه فما دي فان ديجا كارتاج معناتها عبينا كارتاج الكل لا. مي نصور هي حكايه برمجه حكايه لي بروموتور زاد. دونك نصور يجيب حد معناتها معروف اكثر معناتها مين ستريم كما نقولوا احنا. يجيب جو سي با هيفا وهبي ولا شكون باش يجيب له باش يدخل له اكثر فلوس واكثر كوميرسيال. فهمت؟ اسمعني الالبوم الخامس اللي كنت تحكي لي عليه قبيله شويه معناتها البرومو نتاعو البروموسيون نتاعو صارفين عليها 2 مليارات. اي براتيكمون 2 مليارات كان. اي ميزون دو ديسك جديده اللي صححنا معها هي اديل ميوزيك وايرز ميوزيك. وجه لهم تحية. رحمينهم على والديهم. شرف لي بالحق صحابي زاهر والياس زاد. الياس خويا وعشيري من الصغرى معناها بالحق كي قال لي وقتها قاعد بحذايا قال لي كلمونا برودكسيون من امريكا. وي اكزاكتومون. ما صدقتش انا. فما حاجة ما يعرفوهاش التوانسة، معروفين هما البرة هما في أمريكا، في أمريكا يعرفوا اللي هو اسمه زاهر. يعرفوا اللي اسمه الياس، يعرفوا اسمه كذا، خاطر يعملوا ميلانج بين الميتال وبين التونسي شوية، فما شوية حاجة تونسي. راهو حتى صوته في التونسي راهو مزيان برشا. مش عارف كاين الميكرو لهنا بحذنا ولا لا؟ نجيب الميكرو ما عندي ما نعرفش. جايجة طارة خايش تجيب الميكرو. جايجة طارة. عجبك شيف سمعنا حاجة في التونسي. خوري ربي ليك من الله. خاطر ما كونش مصدقين تخيلوا يغني روك هكا هو، ما راهو صوته في التونسي راهو يفتح على الأخر. اسمع بيغني ساعات بكتب عليك. اوه. اه هاني شرقي. عارف عليك. 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 لازمك تغني تونسي زاد هذاك اللي يطلع. اما سامحني علاش معروفين برا اكثر من اللي في تونس؟ خاطر السيديات تتباع لبرا والمرشي الكل معناتها يتباع لبرا. في العالم العربي ما فماش معناتها حتى كي سالت البرود ميزون دو برود معناتها اللابيل نتاعنا قلت له انا باش نعمل تونس معناتها باش نعمل فيديو كليب معناتها بروموسيون لتونس وكل شيء حاسب اون انفلوب باش نجموا نعملوا اون بروموسيون لتونس كل شيء. قال لي اسكو في معناتها علاش باش تعمل انت؟ علاش باش نعطيك فلوس باش تصرف معناتها لتونس والعالم العربي؟ اسكو الالبومات نتاعكم يتباعوا في العالم العربي في تونس؟ قلت له لا. قال لي مالا زايد باش نعطيك؟ قال لي تمشي. فهمت شنو؟ انا متاكد كيما سمعوك الكبريك اللي حاضر معناتها حاجه راهو وكبشوا. شنو رايكم بالليل يا مبادئ والاعداء باش نعملوا الكليب. باش نعملوا الكليب قاعد تو نحضروا باش نعملوا الكليب مع سيلوت في بوشناق ان شاء الله. اوه الكراو لطفي
وي ومشيت عملت في تونس من الشمال للجنوب بروموسيون لتونس الكل ان شاء الله. سمعنا حاجه شنو تونسي شرقي يختار الاسود ماكروني لا على صعبت عليه هميمتي الغالية مثلا شي با اعطينا حاجه في الحجاز قال لي كتب عليك هز عيوني وراهم شابوا فيا وراهم شابوا فيا هز عيونك راهم شابوا فيا وبركة يا نخيا تسحر عينيك رباني تسحر عينيك رباني تسحر عينيك وش في الراس الموديك وخياني صباح حنان معرس راه صباح دخل معرس لا لا يهبل يهبل سبت عليا جوستومون العباد ما يعرفوش اليوم معرس وعنده بنوته وعنده بنوته مزيانه اسمها ساندرا ساندرا ان شاء الله ربي يفضلها لك ان شاء الله يا رب عايشك عايشك وانستغرام ما تهبط عليه شيء بيان سور لا ما تعرفش تصور بالروبا كيما الغيره يا محلاه فوالا هذا يا ساندروشا الصغر كل تحيه على الطيب وعالمي وعالمي راهو عايشك والله اول مره هي ما هكا فما عباد راهي تهبط في تصورها بالروب معناتها بالروب ما عادش حشمه في البلاد لا ديما الخير الفي بريفي نتاعي معناتها تقعد اي وهو هو حال انت ريم تهبط ديسكري هو انت ريم حاجات معناتها من حياتك الخاصه اللي فانز نتاعك شوف باش نقول لك حاجه تضحك انا ما عنديش فيسبوك وعمري عملت فيسبوك انستغرام لكن فما لا باش نبداو فما يظهر لي ثلاثه ولا اربعه فيسبوكات باسمي شيخي سعاد شوف تصاور انا ما عنديش قول اوه بلاي جيبوهم هذوما والانستغرام بنتي كبشت وقالت لي انت متخلفه برشا كلمة تبدا ما عندكش الانستغرام وعملت لي انستغرام تو عنده تخص بين دونك ما نهبطش الله يخليك ما تحط شيء ما في بريفي عمري نحكي عليها ولا عمري خرجت سلطه خالد ليك السلطه يهبط لي تصور ما نكونش انا في سلايد واحده اخرى هاك ياك في سلايد ريت وقع هي ما في بالكم انتم اللي لابيل اللي صح معاه معناتها ولا هو يتحكم في الفيسبوك نتاعو اي معناتها ميم با عنده الحق هو اليوم ينجم يهبط مش عند مش ما عنديش الحق سيرتو توا البروموسيون بتصير كما قلت لك مع بريسك زوز مليارات فلوس تصرفت ما بين دو موا افون لا سورتي معناتها دو الالبوم ودو موا ابخي لا سورتي دو الالبوم دونك في الاربع شهور هذوما براتيكمون هما اللي شادين معناتها لي زادمين معناتها نتاع الفيسبوك نتاعنا الكل صحيح تعرف كيفاش اغلى من القمه تحبوا تشوفوا البرومو نتاع زوز مليارات ولا اي اي حبوا تشوفوا تو تفيت ما كنت صدقين اللي عندنا تونسي بربي بربي انا كلامي مهم عليك لحظه انا كلامي مهم عليك لحظه امين شكون اكبر في القيمه وفي العمر انا اسف بريخ انا ساعات نبكي نبكي بوجيع خاطر عندنا برشا مواهب ما مش لاقين لي مواهب ونفرح يا اخي نكمل الجمله خنكمل الجمله ونفرح ونفتخر جدا كي نلقى تونسي مشرفنا لبرا برافو والله هي قالت لي قالت نبكي انا في الكواليس قلت لها ابكي على همك هو مصرفين عليه زوز مليارات ما انتش مصرفين عليك علاش تبكي عليه الراجل متطلق بالبلاد كان عندي هم وحيد الشعب التونسي زياد المكي ديما مجبي
خويا تستحق كل خير، برافو برافو، شرف كبير برشا علينا. تخدم خويا ومقطعة وبرشا حاجات. راه وش نقول لك، راهو صحيح، راهو العباد تقول ها توا وزيد شنو لابسه وشعر وفازات وكل وعملهم الكل. اما راهو اما راهو هذا الكل راهو 15 سنة تعب، معناتها ما وصلنا صحيح مع الميجر. ما توصل هي تقبل تصح لنا الا بعد 15 سنه تعب ساكريفيس، نمدوا من جيوبنا نسافروا على حسابنا احنا قبل. برشا 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 تعب، وبربي نحب نسلم على الميمبر تاع ميراث الكل، اصحابي الكل، مورغان، مالك بن عربيه، انيس الجويني، الياس بوشوشه، البروديكتور Je passe le salut à notre producteur Kevin Kotfeld, il est déjà ضحى معانا. Kevin 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 Kotfeld ضحى معانا برشا وخدم معانا بلاش فلوس، حتى فرانك 15 سنة يخدم معانا بلاش فلوس، وقالنا نأمن بيكم انتوما في تونس، ما امنوش بيكم، انا باش نامن بيكم باش نوصلكم لبيت. حاجه تفرح وتغش مع بعض. كلمه حق امان في التونس، حتى الاداره امنت بكم راهو توا، ولا انا اداره لا توا بدات امن. امين امين فما الاداره التونسيه بدات امن فما معاونتكم شويه، نقولوا كلمه حق فما بون. بالنسبه مثلا كرتاج وي معناتها نشكر الاداره بتاع كرتاج اللي خموا زاده، خموا في نحن وخموا في اللي فان بتاع الميتال معناتها جروسو مودو. وراه ما فماش كان ميراث، راه فما معناتها دي جروب اخرين، فما كارتاغوتس، فما بيرسونا، فما نواثر، فما هذوما راهو جروبات. زاهر زاهر في الكلام اللي قلته توا، قداش بورسنتاج ماسكي قداش لي؟ اش كيفاش نحط ماسك هذا توا؟ غير ما نحط ماسك. ما انا تونسي تشوفهم بعض نلعبوا ماسكي ولا؟ الفيديو الأولانية باش تهزنا إلى الجزائر، الفيديو الأولى هي إذا انتخبتوني يا أيها الشعب الجزائري، أقسم بالله لأخلي كل الكباريهات ونايت كلاب عبارة عن محلات عائلية اللي تقدر تدخل أنت بنتك ابنك اللي ما هو في الشرعيات. باهي فلة الجزائرية معناتها في برنامج الحملة الانتخابية باش تقدم الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقال لك الحملة نتاعها بسكر كباريات تردهم بلايص. قال يلا يا بابا يلا يا ماما. فوالا باهي شو رايك؟ مريضة هوني مريضة معناها؟ لا لا ما ذولي دار الضربة مش مريضة. هي ناتشوريل هكا معناها. تعبة شوية. لا تعبة تعبة. شربت حرام شوية. غير معناها غادي يجي فاسيال معناها معوجة. ماسكي ولا لا؟ أكيد. ماسكي على الاخر حنان. لا ما نلومش عليها على مخها على خاطر قصه ماسكي ولا لا ماهيش ماسكي تحكي بجدها. اي ماهيش ماسكي معك. لا ماهيش ماسكي بالحق. ماهيش ماسكي. باهي زير. فما عبد بعقله يقول حاجه كيما هكا. هي ماهيش ماسكي بك حد باهي. مش قادر احكي. تحيه للشعب الجزائري يتفرج فينا وراي هي ما تمثلهمش. ايش نقول؟ تماسكي وتنافق توا هي رسول الله عمرها كامله تشتح وكل توا كي كبرت وحزامك ما عادش تجاوب باش تحارب على الشعب وتعيشنا في الكد والهم للشعب الجزائري والعربي بصفه عامه. نحبوا الجو ونحبوا علاش تنكد لنا حياتنا ربي في الوجود. باهي باهي مع زيد انا مع زيد هكا انا وين انا نقول ماهيش قاعده تمسكي نصورها ماهيش في حالتها العاديه ماهيش قاعده تمسكي توا في حالتها شنو هي حالتها غنيه كافون حب نقلع حب نقلع امينة هي ماهيش ماسكي وربي يهدي يهدي مهما نخلق ولا ما خلق باهي بعروش تحيا الجزائر كاو كاو صح سوريا ليه ماهيش ماسكي ماهيش في حالتها الطبيعيه ربي يفرج عليها وكاهو هذاك علاش امينة عسيف عليها لازمها تتدخل في ماسك الختام شو هذا شو أنا اليوم عندي دين باش نسدو، عندي جميل باش نردو، أنا اليوم ممتنة لإنسان عزيز علينا الكل. كان أنا اليوم أمينة المرأة التونسية المثقفة المسؤولة الحرة الفخورة بتونستي سي غراس أن هوم إكسيبسيونيل، المصلح الاجتماعي، المجاهد الأكبر، أن هوم ديتا باغ إكسيلونس، رجل ذو كفاءة وذو جأش، مخلص وشجاع،
مفكر وعلماني رجل ان غران فيزيونير سياسي ان غران فيزيونير ذو بصيره ثاقبه يكتب على الوهره والكاريزما والسلاسه في الكلام والإلوكونس كتب خطاباته والسبيتش نتاعو وتوجيهات الرئيس كانت في حد ذاتها حدث يزعزع البلاد هو بونا هو جدنا هو محررنا وقايدنا هو حبيبنا الحبيب بورقيبه نهار 6 أفريل باش نحتفلوا ولا باش نحييوا الذكرى 19 للزعيم لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة. الحبيب بورقيبة اللي هو في الحقيقة ما ماتش، مازال حي في قلب كل تونسي، مازال خالد في فكر وفي قلب وفي تاريخ البلاد. وقت اللي مات بورقيبة كنت صغيرة في العمر، أما نتذكر مليح مليح كيفاش كان أكثر نهار تعرفت به واستثقفت به بعالم الحيوان على قناة البلاد. الحقيقة ما نلومش على التعتيم الإعلامي اللي صار على تفينتو في نظام ولا وفات، أما نلوم على السياسيين اللي اليوم يخدموا ولا على لو سيلونس السورديسون وصمت السياسيين اليوم يخدموا بورقيبة كفونت كوميرس. نحب نقول لهم وين كنتوا عام 2000، هكذا نكرموا وندفنوا الزعماء. البورقيبية مش مرايات، البورقيبية مش صمبة وكواتروات، البورقيبية مش مؤتمر في المستير ولا في جمال وقصر رهري نعملوا الاجتماعات، البورقيبية مش إقصاء التونسي الخوه التونسي، البورقيبية مش معركة ضد اليوسفية لتصفية الحسابات، البورقيبية مش توريث حكم حافظ بها على البلاد بل هي توريث فكر وزعامة ووطنية. البورقيبية مش دفن مكارم وأخلاق الإسلام من اجتهاد وأخلاق حميدة وتضامن بين الفئات. في البورقيبية الإسلام مدامه صالح لكل مكان وزمان ما نجمش يكون ولا يعرقل أي عمل فيه رقي وتقدم. البورقيبية زادة تأمن بالجهاد الأكبر ألا وهو الجهاد ضد المرض ضد الفقر وضد الجهل. البورقيبية هي المقاومة من أجل السياسة ومن أجل مصلحة الوطن بالعلم والعمل والفكر والحداثة. البورقيبية هي مفهوم الدولة، هي الوحدة الوطنية، هي محاربة الجهويات والعروشيات والقبليات والعنصرية الدينية. والبورقيبية هي مجلة الأحوال الشخصية من منع تعدد الزوجات، من حق المرأة في الترشح والانتخابات وزاد مشاركتها في الحياة الزوجية. نحب نطمنك يا زعيم اللي المرأة التونسية اليوم راهي مكرمة معزة في مجتمعها وبلكش يجي نهار تاخذ المساواة في الميراث. نحب نطمنك زادة اللي المجتمع المدني هو خامس قوة في البلاد، اسمك ان فونت كوميرس يستعملوا فيه برشا سياسيين ان شاء الله يطلع لنا منهم الزعيم. مسقط رأسك المستير بكل معتمدياتها بقصر هلال بجمال بمكنين بوردانين بالساحلين الكلهم ولاو محطات ثابتة في السياسة لإرساء بعث المساجات وكأنهم يستبختوا بيك سيد الزعيم. أما كان نحب نجي نحكي لك على التنمية في الجهات هذية حدث فلا حرج. نحب نطمنك اللي زيارتك لأمريكا ما زالت ولا زالت هي زيارة تاريخية تحت نظام كينيدي. ونحب نطمنك اللي القضية اللي الحل اللي أعطيته للقضية الفلسطينية وما خذوش أنا ذاك راهو رجعوا له سيد الرئيس. في التحصل معناه يكفيني فخرا باش نكون نقول لك اللي أنا أميناستا حفيدة عبد الله فرح وزيرك السابق أصيل مدينة الوردانيين مسقط رأس رفيق دربك حسن بن عبد العزيز. سيد قلت ألي تونس بعدي أنا باش يكون لها شأن، تحيا تونس مستقلة أبد الدهر. الجملة هذه كل أمانة في رقبتنا فليطمئن قلبك حبيبنا بورقيبة. برافو 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 عندي لي جوست فيديو اللي تقشعر تقشعر بدن التوانسه الكل نحطوها معناتها هيا هيا. نو موا جو سوي اوبتيميست quand on parle de la Tunisie d'après Bourguiba, je dis moi je crois que j'ai fait quelque chose de solide qui tiendra pour moi. يا زياد شبيك يا زياد؟ والله لا لا اليوم اسمع اليوم البورقيبه بالرسمي تحيه البورقيبه نقوموا الناس الكل. والله واضح
انا فرحان برشا الاميسيون اليوم تعدات مزيانه برشا بحضورك سي امين لا برافو بحضوركم الكل برافو سونيا برافو طارق برافو امينه ميرسي زاهر اللي جيت بحضرنا اليوم شو تقول قبل ما ترجع تغني لنا افيك ان غرون بليزير عايشك ان شاء الله كما قلت معناتها فما سورتي دالبوم 3 ماي 5 البوم 5 البوم شهيلي اسمه كيما شهيلي فوالا وان شاء الله فما دو كونسير في الصيف في المانيا وفي السويد تورني اوروبيان تورني جابونيز تورني امريكان سود امريكان ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق ريم ريم يعطيك الصحه اللي جيت بحضنا اليوم فرحان برشا انك كنت ضيفه عنا انت اكثر من ضيفه انت اختنا الكبيره لهنا الله يخليك بالعكس شرفتني برشا انك حاضره معنا خلي كلمه الاخره ليك شنو تحب تقول بون ترافاي للناس الكل بارك الله فيكم على الاستقبال اللي الحلو برشا ميرسي انه معناها قدرتوا العباد لانه سي تري غار توا ولا لو بونجور ا تول موند سي تو شرف كبير انك كنت حاضره معنا حنان شكرا يعطيك صحه حنان ميرسي بوكو تلفزيون الكرام على لونتي وانكونسير ليلي ابن عزيزه وقيس كواف نبوسكم برشا يعطيك الصحه زياد المكي ربي يفضلك عوده طيبه مريم الدباغ اي عم جي معجي مش غيبه ابن الروبه ميرسي ريم بيل بور لو ميك اب ونويل بور لي جيفو فوالا فوالا باهي هاي غادي والله شكر الاف بلتون يمين يعطيهم الصحه وربي يفضل خلينا كلها سبونسورات حدا عندي سبونسور ربي يعيشك تصديق ربي فادي 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 ديديكاس الياس كواف يا عايش كل مرة سامي انت اعمل سامي اعمل سامي انت خويا سامي شكون سامي نتاعنا سامي نتاعنا سامي 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 معناتها نشكر خويا انا نشكر هاجر اللي لبستني ويرحم والدين والديك وينعم بوزينك ومحليك شوية آخر نرجع مع زاهر مع الموزيكا نحب تصفيق على دنجور زاد كيف كيف اسمع الفائز اسم الفائز بمبلغ زوز ملايين كاش موجود حاليا اسفل الشاشه ان شاء الله الف مبروك لي زوز ملايين اون اتوندون بشويه الجمعه الجايه اللعب على 20 مليون كاش ابعث بي توا على 85 811 نتقابلوا ان شاء الله الاربعاء الجاي خليكم تكملوا مع زاهر ريتكم زينه باي باي